أعزائنا المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وإليكم أبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية. منظمة الصحة العالمية تؤكد أن كورونا أكثر فتكاً من إنفلونزا الخنازير. أهلاً بكم. أدلى فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرجلي اليوم الثلاثاء بتصريح للتلفزيون الوطني تناول فيه آخر مستجدات وباء كورونا في البلاد، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل القوات المسلحة الجيبوتية ورجال الأمن في سبيل تعقيد أو في سبيل استتباب التقيد الأمني. المزيد نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مالي ونكسن تدوينها ودن كينا دمانتي مالي ونكسن ماشي الدونتان هداد جوكتان جيبوتي إيو مقالوين كالكالي القبال لدينا وحاان هالكال أسو جوك سديمانتا. أتمنى لكم يوما سعيدا لكافة شعبنا أينما كنتم في العاصمة وفي جميع أنحاء الأقاليم. إن الهدف من وقوفنا أمامكم اليوم هو الاستخبار والاستعلام من الوضع الراهن في بلدنا بالنسبة لكفاحنا وجهودنا ضد الوباء كوفيد-19 الذي سبب في تحركات العالم بالشلل التام وأدى إلى وفاة مئات الآلاف والذي لم يوجد له حتى الآن أي دواء، وأن نكون على وعي وإدراك تام مما قد تم لنا حتى الآن من الإنجازات وتطلعاتنا الحالي والمستقبلي الذي هو إنقاذ شعبنا من هذا المرض الفتاك. وهناك كثير من الأفراد الذين تم شفاؤهم من المرض وخرجوا من المستشفيات، وما يجب علينا أن نشيد ونهنئ بالأطباء والممرضين الذين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ شعبهم، ونقول لهم جزاكم الله خيراً. وهذه التضحية هي من أجل أمتكم وبلدكم وكذلك لأنفسكم أيضا، ونحثكم على أن تواصلوا جهودكم حتى نتغلب على هذا الوباء. وكذلك لا يفوتني أن أشيد بكافة قواتنا المسلحة، الشرطة الوطنية والدرك الوطني وخفر السواحل، ونهنئهم جميعا ونشجعهم أن يواصلوا كل الجهود التي يبذلونها وأن يؤدوا واجبهم الوطني بالشجاعة والبسالة. وهناك منهجان لمكافحة ضد هذا الوباء. يعتقد البعض أن الشخص يزور المستشفى بعد أن غلبه المرض، ولكن نحن نتمسك بأن الشخص يجب أن يحصل على العلاج اللازم قبل أن يتغلبه المرض، وهذا يمكننا من إنقاذ المريض والحيلولة دون تكليف جهود مضاعفة من مصروفات وإرهاق للمريض وهلاكه. وندرك تماما ونعتقد أنه لا تفوت نفس أجلها، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولكن نريد أن نتجنب بالمريض ألا يصل إلى حد الإرهاق. ولذلك عندما نقول ابتعدوا عن التجمعات وحافظوا على نظافتكم والزموا في منازلكم، والهدف من كل ذلك هو إنقاذ أنفسكم ووالديكم وإخوتكم والمسنين. من جهة أخرى، أشاد رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرجلي بالجهود الحثيثة التي يقدمها الأطباء والممرضون والكادر الطبي لإنقاذ أرواح المواطنين الجيبوتيين خلال هذه الأزمة. نتابع. وحي أي واجب كنا وانقبلنا لبطة الضباط وحن لنا هاي وان قولي سني لبطة الضباط هوشا أنقلني وري فرق ما عدو إن آل هري أسيوه إن أقوليه إنكو إكان إن آل داتك خالة دروقنه إيالو باهي. لقد أنجزنا خلال أسبوعين الماضيين أعمال جليلة، لكن ليس البعض، وينبقي على المواطنين البقاء في المنازل لأجل حد من تفشي هذا الوباء
واحترام التباعد الاجتماعي. أما في جانب العمال سنحاول بالسماحة في الأسبوع القادم للعمال البناء ساعات لكل يوم لأجل العمل. وأكرر مرارا يجب احترام البقاء في المنازل والمكوث فيه، وأهنئ المواطنين الذين قاموا بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لأجل البقاء في المنازل. أنتم تقومون بعمل كبير جدا لأجل الوطن والمواطن. أما المتبرعين الذين تبرعوا بأموالهم أقول لهم جزاكم الله خير جزاء، لقد قمتم بأعمال عظيمة وأعمال لأجل هذا الوطن. أقول للأمة المسلمة أن ما تقومون به من الإجراءات الاحترازية هو واجب ديني كما ينوهنا العلماء الأجلاء، وسيقومون بتوعية المواطنين في هذا السدد، حيث قال خير البرية رسول الله: لا يجب جمع شخصان أحدهما مريض وآخر معافى في مكان واحد. أعزائي المواطنين، أقدم الشكر والتقدير للموظفي وزارة الصحة حيث يقومون بإجراء اختبارات لأجل كشف عن هذا المرض كوفيد-19 وتقديم الخدمات الطبية لهم بشكل فائق لكل الإخلاص. ولا نرقب أن نصل إلى مرحلة لا نستطيع مواجهتها كالدولة لا قدر الله، ويربط هذا الأمر كيفية التعاون المواطنين لأجل حد تفشي كورونا في جيبوتي. وأكرر تهنيتي للمواطنين الذين يحترمون الإجراءات الاحترازية، وأكرر أيضا ضرورة البقاء في المنازل ضد هذا الوباء. ليست هناك لأجل شيء آخر، ليست هناك حل آخر غير البقاء في المنازل، وكذلك أن نقوم بحد هذا المرض في بلادنا. ولقد ساعدنا المواطنين الذين يعانون إصابة هذا المرض غير شخصان كان عندهم أمراض أخرى وتوفي إسراء هذا الوباء. ولا يمكن الوقوف أمام أقدار الله، لكن كما لاحظتم أن أغلبية الذين تمت إصابتهم بكوفيد-19 يتعافون بعد تلقي العلاج 12 أو 14 يوما بعد إجراء فحوصات نتأكد عن تعافيهم عن هذا المرض. وبلغ عدد المتعافين إلى 50 شخصا، ويجب أن يعرفوا الإجراءات الجارية ضد هذا المرض. وبعد دراسة الحال التي نمر بها قررنا تمديد فترة الحجز العام إلى أسبوع أو 10 أيام، ونتمنى أن نحصل نتائج الإيجابية خلال هذه الفترة. ونترككم أن نواصل حربنا كلنا جميعا بيد واحدة ضد الوباء، وإن شاء الله سنجتاز هذه فترة بقوة وسنتفوق على هذا المرض بإذن الله تعالى. وكان ذلك رئيس الجمهورية حيث أدلى بتصريح للتلفزيون الوطني تحدث فيه عن آخر مستجدات فيروس كورونا. في إطار التصريح اليومي لوزارة الصحة حول وضع الراهن بكوفيد-19، أعلن أمين عام وزارة الصحة الدكتور صالح بانويتا اليوم الرصد عن 65 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. المزيد مع فيصل الأزهري. عليكم ورحمة الله وبركاته. Point de presse sur la situation COVID-19 à Djibouti. أجريت اليوم الثلاثاء الموافق 14 من أبريل العام 2020 الفحوصات الطبية ل 407 أشخاص. أسفرت نتائج الفحص عن 65 حالة إصابة مؤكدة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 363 شخصا، بينما تماثلت 12 منهم للشفاء ليصل عدد المتعافين 53 شخصا وحالتي وفاة، و65 شخصا آخرين تحت قيد المراقبة في مركز الحجر الصحي في مستشفى بوفار، و307 أشخاص يتلقون الرعاية الطبية. ومنذ إعلان انتشار فيروس كورونا في البلاد تم إجراء 5356 فحصا، ويصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 363 حالة.
وتدعو الوزارة المواطنين الكرام التقيد بالإجراءات الاحترازية واتباع الإرشادات الطبية، من بينها غسل الأيدي بالصابون واحترام مسافة متر على الأقل بين الأفراد واستعمال المناديل الورقية عند العطس ورمي في القمامة وتهوئة الفضاء بصفة مستمرة وغيرها من الإرشادات. عقدت وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات بتعاون وثيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف اجتماعا تشاوري يهدف إلى تعزيز جهود الحكومة الرامية للحد من تفشي كورونا. وترأس هذا الاجتماع كل من وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد رضوان عبد الله بهتون ووزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد مؤمن حسن بري. ويهدف هذا الاجتماع التشاوري إلى تعزيز التوعية المجتمعية في مختلف أحياء عاصمة جيبوتي والمناطق الداخلية في سبيل مواجهة انتشار كوفيد-19، وأن هذا الاجتماع يأتي عقب التسجيل يوم أمس الاثنين 83 إصابة جديدة بكوفيد-19، وأن الحكومة اتخذت كافة التدابير الوقائية للحد من تفشي كورونا المستجد في العالم بشكل مخيف. وفي مداخلة لوزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد رضوان قال أن هذا الاجتماع يهدف أو يندرج في إطار جهود الحكومة الرامية للحد من تفشي كوفيد-19، وأضاف قائلا لقد تم رصد يوم أمس في جيبوتي 83 إصابة جديدة وأن هذا الرقم مخيف جدا في بلد مثل جيبوتي. وقال أيضا أن وزارة الإعلام اتفقت مع وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف باتخاذ العديد من المبادرات تهدف إلى تعزيز جهود توعية المواطنين بخطورة مرض وباء في جيبوتي، وأردف قائلا أن الحكومة تدعو من المواطنين لاتخاذ كافة التدابير لمكافحة انتشار وباء كورونا الفتاك. بدوره أشار وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد مؤمن حسن بري أشار إلى أن هذا الاجتماع الذي يسلط الضوء على توعية المواطنين خطورة هذا الوباء يندرج ضمن الإجراءات الحكومية ضد وباء كورونا، وقال إن الهدف من هذا الاجتماع هو تعزيز جهود التوعية في أوساط المجتمع قبل فوات الأوان. ونذكر أن المواطنين الأعزاء أن جميع هذه الإجراءات والاجتماعات تصب لمصلحة المواطن قبل كل شيء، وأن الحكومة اتخذت خطوات صعبة وقد قامت بوقف النشاط الاقتصادي في كافة البلاد لصالح صحة المجتمع. وحث الوزير مؤمن حسن بري أي شخص يعرف أو أنه مصاب أو يشك الرجاء القدوم إلى مستشفى بوفار لإجراء التحاليل الطبية المتعلقة بكوفيد-19 قبل فوات الأبوان. عقدت مجموعة القطاع الاجتماعي لمكافحة كوفيد-19 اجتماعا اليوم في قصر الشعب لمتابعة وتقييم الوضع في الأرض الواقع الخاص بتوزيع المواد الغذائية للعائلات المتضررة جراء الإغلاق العام في مختلف أحياء العاصمة. وترأست هذا الاجتماع الأمينة العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة إفراح علي أحمد. ويهدف هذا الاجتماع إلى تسليط الضوء حول الجهود المبذولة من قبل العمال الاجتماعيين لتوزيع سلاسل غذائية، وذلك بتعاون مع ممثلي وزارة الداخلية والتجارة وأمانة العامة المكلفة باللامركزية. هذا وقد اتخذت المجموعة إجراءات لمساعدة الأهالي المتضررين وتخفيف معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية، حيث قامت المجموعة بتعبية الشباب المتطوعين والسلطات المحلية لتحديد عدد العائلات المتضررة والمجموعات الجديدة التي تأثرت جراء هذه الأزمة من أجل تقديم لهم السلع الغذائية. ويذكر أن مجموعة القطاع الاجتماعي تقوم بمهمة طرح الحلول والأفكار حول طرق وسبل تحسين برامج الدعم الاجتماعي في البلاد. فيما يتعلق بجهود الحكومة وذلك تتواصل مساهمات الشركات والمؤسسات التجارية والقطاع العام بمساهمة جهود الحكومة في مواجهة الوباء كورونا، حيث قامت وقام منتسبي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتبرع نحو 12 مليون فرنك جيبوتي، وذلك ضمن الجهود الحكومة الرامية إلى مواجهة تفشي وباء كورونا في البلاد. وفي مداخلة لأمين عام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني السيد مهيوب قال أن هذه المبادرة تندرج في إطار جهود الحكومة الرامية لمواجهة انتشار وباء كورونا في البلاد.
في إطار الاستجابة الإنسانية والاجتماعية الهادفة لتكييف الأوضاع المعيشية مع تدابير الوقائية المتخذة، تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن بالتعاون مع وزارة الداخلية وسكرتيرية الدولة المكلفة باللامركزية بتوزيع المؤن الغذائية أو المواد الغذائية في كافة المناطق الداخلية وتحديدا إقليم تجورة، وأن الوزارة قامت بتوزيع المواد الغذائية للأسر المتضررة جراء الإغلاق العام أو الحجر المنزلي، وذلك لتخفيف معاناتهم خلال هذه الفترة. هذا وعبرت الأسر المستفيدة من المشروع عن الشكر والامتنان إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن على هذه المساعدة القيمة لا تسهم دون أدنى شك في تخفيف من معاناة العائلات الفقيرة في ظل الظروف الصعبة. دوليا، قالت منظمة الصحة العالمية الاثنين إن فيروس التاجي الجديد أكثر فتكا بعشرات المرات من إنفلونزا الخنازير التي تسببت في حدوث جائحة عالمية في عام 2009. قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي افتراضي من جنيف أن المنظمة كانت تتعرف باستمرار على الفيروس الجديد الذي يجتاح العالم والذي قتل الآن ما يقارب من 115,000 شخص وأصاب أكثر من 1,000,000 شخص. وقال نعم أن COVID-19 ينتشر بسرعة ونعلم أنه مميت أكثر فتاكا بعشر مرات من جائحة إنفلونزا 2009. وتقول منظمة الصحة العالمية أن 18,500 شخصا ماتوا بسبب إنفلونزا الخنازير الذي تم كشف عنه لأول مرة في المكسيك والولايات المتحدة في مارس 2009، لكن مجلة نيست الطبية قدرت على القتلى بين 151,700 و575,400. وتضمنت المراجعة نيست الوفيات المقدرة في إفريقيا وجنوب شرق آسيا التي لم تحسبها المنظمة الصحة العالمية، وتبينت أن الوباء في يونيو 2009 تم النظر فيه بحلول أغسطس 2010 ولم تكن مميتة كما كان يخشى لأول مرة. تم نقل اللقاحات بسرعة، لكن بعد فوات الأوان انتقدت القرب وخاصة أوروبا ومنظمة الصحة العالمية بسبب مبالغة في الرد الفعل في الوقت قتل فيه الوباء إنفلونزا 250,000 إلى 500,000. أعلن صندوق النقد الدولي الاثنين أنه سيقدم تخفيفا فوريا لخدمة الديون إلى 25 دولة عضو. المزيد نتابع مع شاكر عليا. قالت مديرة تنفيذية لصندوق النقد كريستيان جورجيفا أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق اليوم على مجموعة الأولى من الدول التي ستحصل على منح لتغطية التزامات خدمة ديونها للمستحق لصندوق النقد لفترة. وأضافت أن صندوق الانتمائي الاحتواء الكوارث لديه موارد تبلغ حوالي 500,000,000 دولار، بما في ذلك التعهد الجديد بقيمة 185,000,000 دولار من بريطانيا و 100,000,000 دولار من اليابان، ومبالغ لم يفصح عنها من الصين وهولندا ودول أخرى. ويسعى صندوق لزيادة حجم الأموال المطاحة إلى 1.5 مليار دولار. وقالت جورجيفيا في بيان هذا يطيح منح لأعطائنا أكثر فقرا وأكثر ضعفا لتقضية التزامات ديونها إلى صندوق النقد الدولي لمرحلة 6 أشهر، وسيساعدها في التمرير مزيدا من مواردها المالية الشحيحة إلى إمداد الطوارئ الحيوية وغيرها من الجهود الإغاثة. وحثت دول المانحة الأخرى على مساهمة في سد النقص في الأموال صندوق الانتمائي لإحتواء الكوارث لإتاحة تخفيف الخدمات الديون للفترة تصل إلى عامين لإعطاء أكثر فقرا بالصندوق، بينما تتخذ الإجراءات لرد على فيروس كورونا على محمل الجد. إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية النشرة، وشكرا على حسن استقبالكم والمتابعة.